ما تضيعش ثانية واحدة من الحلقة دي. دي نصيحة ليك، اسمع للنغم وافهم للطرب. ايه هو السحر وجا منين ومين علم الشياطين السحر اصلا؟ ايه الحكاية بالظبط؟ عشان اجاوبك على الاسئلة ديت لازم اخدك واحدة واحدة، ولازم تستمع لي بانصات وتمعن، تسمع للمعزوفة كاملة. السحر شرعا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. قال ربنا سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صدق الله العظيم. أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتعوذ من السحر وأهله، فقال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد.